هو النفط بالذات ارتفع بشكل كبير جدا قبل الأزمة الأخيرة العالمية الأخيرة دي. بالظبط، ليه؟ هل ما ده زي ما برضو بقول لحضرتك عرض وطلب؟ ابتدينا رجعنا تاني، عشان رجعنا ابتدى أغلبية الاقتصاد يرجع الدول تاني. العالم طعمت، الناس اوكي ابتدت تنزل، ابتدت المصانع تفتح، فابتدى يعود طلب تاني، اوكي فالطلب الزيادة وواجه قدامه مفيش عرض كافي اوكي للسلع والخدمات، الطلب الزيادة ده يؤدي على طول لارتفاع الأسعار في اوكي كل في اي أنواع حاجه. السلع والخدمات. اوكي، وده بيؤدي الى طب التضخم بقى. يعني حضرتك ذكرت التضخم في بدايه اللقاء، بالظبط. وقلنا انه في دول زي الولايات المتحده الامريكيه ودول بعض الدول الاوروبيه كمان حصل فيها تضخم بشكل كبير جدا. ايه هو بقى بالظبط التضخم ده؟ طيب بالراحه كده معايا، الله يكرمك. التضخم، لا بالراحة عشان الناس كلها تفهم، اه التضخم زيادة مستمرة في الأسعار، يعني ما اوكي اقدرش اقول لو شهر كده الدنيا زادت خلاص يبقى احنا تضخم، يعني لازم اوكي تكون زياده مستمره في الاسعار. اوكي احنا بنحسبه ازاي؟ بنشوف الفرق ما بين السعر حاليا والسعر السابق مثلا سنه او شهر، واقدر اقول ده حصل زياده في الاسعار بنسبه كذا، وبالتالي ده بقدر احسب نسبه هل ده في التضخم سلع بعينها ولا في كل السلع بشكل عام؟ حسب المقياس اللي بنستخدمه. يعني اوكي في مقياس بيقيس مثلا اللي هو السي بي اي، ده انا بقيس بحط فيه سله العملات، سله السلع اللي الناس بتستخدمها، اوكي وبالتالي بقدر اقيس على مستوى عام. يعني انت لما تيجي تقول في تضخم في دوله يبقى لازم بتقيسه بشكل جنرال على مستوى بالظبط عام. بالظبط. اوكي، اوكي مستوى السلع والخدمات بشكل عام، هل اوكي المستوى زاد ولا لا؟ اوكي والخدمات كمان داخله في الموضوع حسب برضو المؤشر اللي حسب بنستخدمه، يعني المؤشر السي بي اي بس بيقيس السلع، لكن في اوكي مؤشرات اخرى بتقيس سلع وخدمات، اوكي فحسب المؤشر اللي والاثنين مع بنستخدمه. بعض بيقول لك ان الدوله دي بتعاني من بالظبط، تضخم زياده مستمره في الاسعار هلاقيها انه الاسعار عماله بتزيد، يبقى احنا بنمر بتضخم. وبناخد فتره زمنيه قد ايه مثلا، يعني عشان نقول انه فعلا هناك تضخم في الموضوع؟ هل هي شهر، شهرين، ثلاثه، هو كده سنه؟ كده بيتقاس بشكل كل شهر. شهري اه بالظبط كده اوكي وشكل سنوي. اوكي وده اللي بيقول لنا بالظبط القفزات احنا كمان وصلنا هي لفين. اللي بتقول لحضرتك انت فين. يعني احنا مثلا في مصر بقى لنا 3 سنين التضخم معقول. معقول، اه فجأة وصلنا ل 10%. ليه وصلنا 10%؟ لكل الأحداث العالمية اللي بنتكلم فيها، اوكي ده قريب مؤخرا. ده مؤخرا الشهر اللي فات. هل نقدر نقول من خلال الارقام هيوصل لايه قدام؟ هل ممكن يبقى في توقعات للتضخم ولا دي صعبه بقى شويه؟ بيبقى في توقعات بس الأحداث مستمرة ومتلاحقة، يعني احنا كل يوم في حدث جديد، صحيح. فممكن نقول على الوضع الحالي، لكن هل هيفضل الوضع الحالي ده غدا؟ لا، ممكن الأحداث تتغير، فبالتالي بتقول يعني على الوضع الحالي لا، ممكن يستمر الوضع في في الارتفاع الارتفاع. للأسف. لكن قد تحدث أحداث جديدة تغير تغير الدنيا، التنبؤات. فده الموضوع مش في ايدينا ومش في ايد الاقتصاديين في الدولة، في الدولة لا، بعينها ده يعني. تنبؤات، والحقيقة الصدمات اللي احنا بنمر بيها صدمات خارجية وداخلية، ففي حاجات خارجة عن إرادة حضرتك. الصدمات الخارجية زي كورونا، زي الأحداث العالمية اللي اتكلمنا فيها من شوية، ففي صدمات خارجية مش بتقدر حضرتك تتحكم فيها وبتأثر عليك داخليا. يعني صحيح الأزمة الأخيرة مأثرة على قطاع السياحة، يعني صحيح قطاع السياحة ده كان بيعتمد مينلي على السياحة بتاعت شرق اوروبا الروس، كلها بالظبط، وروسيا أوكرانيا واوكرانيا وشرق اوروبا بشكل عام. اه هي متضررة عندك بعد تمام الأحداث دي بشكل كبير جدا، صحيح صحيح فإحنا بتقاوم الصدمات، بس في أوقات صدمات وأزمات بتبقى خارجة عن إرادة الدولة، يعني الدولة بتتحط فيها بشكل مفاجئ ولازم تتعامل معها، وبتأثر طبعا على أشياء داخلية عندك. هو بطبيعة الحال التضخم ده شيء غير جيد للاقتصاد، ولا يجب أن يكون هناك نسبة بسيطة من التضخم في اقتصاد أي دولة صحي؟ هو كلمة انه عايزين يبقى عندنا تضخم صفر دي مفيش حاجة حاجة مش اسمها. موجودة وغير محببة اصلا ليه للاقتصاد. بقى؟ أيوة ما أنا عشان كده بسأل، يعني ليه؟ يعني دايما بيبقى في نسبة محددة انه من 1 لـ 3%، دي نسبة محببة قوي لكل الدول. أوكي ليه انا ليه؟ بعمل كده؟ لانه هنرجع تاني لفكرة العرض والطلب زي ما قلت لحضرتك. أوكي ايه اللي بيشجع المنتج والمستثمر انه ينتج؟ انه هيزود زيادة السلع، يعني سعر بشكل طفيف، حتى لو بشكل طفيف ده بتشجع المستثمر انه ينتج. اوكي فبالتالي لما اقول انه التضخم صفر، طب انا هنتج ليه؟ صحيح طالما مش هيبقى فيه هستنى بقى عائد. لغاية ما يبقى فيه تضخم بالظبط. وبعدين انتج. لا، اوكي فعشان كده كل الدول بتحاول تخلي نسبة التضخم المستهدفة عندها في الرينج من 1 لـ 3%. زي ما اوكي كنت بقول لحضرتك في بداية الحلقة انه مثلا الولايات المتحدة كان التضخم عندها في حدود ال 2%، وهو ده النسبة المستهدفة. هي مش تمام عايزاه يبقى صفر ولا عايزاه يبقى اكتر من كده، بس اوكي طبعا زي ما قلنا صعب احداث عالميه وصلت لسبعة وتسعة من عشرة، فدي احداث مش بايدين الدول. يعني طب دايما لما التضخم بيزيد في دولة زي مصر مثلا على سبيل المثال،
2016 2015 يوليو 2015 بالظبط وصلنا 35 32 حاجه كده، يعني نسبه ضخمه جدا من التضخم. فالبنك المركزي في الدوله بيتخذ بعض القرارات من اهمها زياده سعر الفايده. بالظبط. ليه؟ لانه في امريكا برضو حصل كده، البنك الفيدرالي الامريكي رفع سعر الفايده، ودي بقى لها سنين طويله ما حصلتش عنده. بالظبط. الحقيقه دايما البنك المركزي عينه على سعر التضخم او نسبه التضخم، دايما عينه عليها، عايزها دايما زي ما اتفقنا في حدودها الامن. اوكي. فاول ما بيلاقي زياده في التضخم لازم يتدخل بادواته. ايه ادواته؟ إيه البنك من ضمنها سعر الفايده. أوكي. سعر الفايده بيبقى بيغري المودعين مثلا انه هلاقي سعر الفايده مثلا زاد، فانا هفضل اني احط فلوسي في البنك على اني اشتري، فده يقلل ايه؟ يقلل نسبه الطلب. فلما الطلب يقل نبتدي الاسعار تهدى شويه. أوكي. فالناس ترجع. أوكي. الاسعار تنخفض شويه. فده لما يكون التضخم نابع من جهه الطلب، لكن ساعات بيبقى التضخم نابع من جهه العرض. بالزبط. زي الازمه اللي احنا فيها دلوقتي. فقد يساعد رفع سعر الفايده وحتى لو بنسبه بسيطه، بس يعني هي دي الاداء اللي في ايديا، انه الحاجه جايه لي من بره، فانا كتضخم ده تضخم مستورد. بالزبط. انا مش قادر اتحكم فيه. صحيح. بس الى حد ما هحاول ارفع سعر الفايده وبالتالي اقلل من جهه الطالب علشان ما يبقاش تضخم من الناحيتين، طلب وعرض. اوكي. يعني لو في حاله انه ما رفعش سعر الفايده هيبقى في عرض طلب زياده، مستمر. الطلب مستمر والعرض قليل وغالي وقليل، فهتزود لك كمان الاسعار اكتر كمان. طبعا. وتفضل في الدايلما. يعني ده قرار صائب من وجهه نظر حضرتك من البنك المركزي. هل لي ادوات اخرى غير رفع سعر الفايده لمحاوله امتصاص التضخم؟ بس ده اكتر حل سهل شويه، او يعني بيجذب الافراد. صحيح. يعني الحلول الاخرى مش هتجذب كل الافراد. يعني انا كشخص عادي مثلا، ايه اللي ممكن هيشجعني اني ابطل اشتري؟ الحاجة الوحيدة اللي ممكن يعني تشجعني ان انا ابطل اشتري انه يكون في عائد على الاموال تخليني ااجل شرايا ده واستهلاكي من استهلاك حالي لاستهلاك مستقبلي. صحيح صحيح. ده بس ده بيبقى في يعني غير بعيدا عن المواد الاساسية او الاحتياجات الاساسية لاي اسرة مصرية. طبعا. بس برضو هنيجي يعني في ظل الاوضاع هلاقي نفسي انا الاحتياجات الاساسية هحاول اوفرها، الاحتياجات الغير اساسية هحاول ابعد عنها خالص في الفترة الحالية، وحتى الاحتياجات الاساسية هحاول يعني اللي اقدر اقلل فيه ترشيل. اللي فيه يعني اللي فيه مرونه ان انا اقلل فيها هحاول اعمل كده، لكن اللي ما فيش مرونه وحاجه اساسيه زي الاكل هناكل طبعا، شرب، هنعمل ايه؟ الحاجات الاساسيه دي. أوكي. ودي برضو هيبقى فيها نسبه من الترشيد، ولكن حتى لو بسيطه بس هنحاول. يعني زي ما حضرتك قلتي العرض او الارتفاع في الاسعار المعروض ده مش بسبب اقتصاد داخلي، ده بسبب الازمه العالميه اللي موجوده. هو الحقيقه مجموعه من العوامل. إيه؟ يعني الاسباب الخارجيه والصدمات الخارجيه دي اساس. اوكي. والدول النامية كلها بتعاني من هشاشة الأوضاع الاقتصادية. فإحنا يعني كنا قايمين من أزمة ولسه الاقتصاد ما استردش عافيته، ويجي صدمات خارجية فطبعا الوضع بيبقى أسوأ. وده بالنسبة لنا وبالنسبة لعدد كبير لكل جدا الدول من الدول. لكل الدول النامية. الأزمة دلوقتي على مستوى الدول النامية، يعني كل الناس بتتكلم حاليا أن الصدمات دي هتؤثر وبشكل واضح وصريح جدا على كل الدول النامية. فهي دي المشكلة. ولسه برضو يعني برضو حتى الآن المستقبل غير واضح قوي. ضبابي طبعا. ضبابي زي ما كنا بنقول. طب سؤال اخر معلش، لما البنك او اي بنك مركزي بيرفع سعر الفايده لامتصاص التضخم، هل ده بيقلل من فرص جذب الاستثمار؟ الحقيقه في انواع من الاستثمار. احنا عندنا استثمار غير مباشر واستثمار مباشر. الاستثمار غير مباشر هو الاستثمار في ادوات الدين. فأنا محتاج أجذب الاستثمار غير المباشر. الفترة اللي فاتت الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين تم التخارج من الأسواق الناشئة، فدي مشكلة للأسواق الناشئة. فأنا محتاج الأول أصلا يعني نشرح الاستثمار غير المباشر اللي هي أدوات الدين. إيه أدوات الدين أساسا؟ الاستثمار غير المباشر إحنا عندنا نوعين من الاستثمار الأجنبي اللي بيجي لحضرتك. يا إما استثمار مباشر، ده الواحد جاي فتح مصنع، برافو عليه، ربنا يكرمه، فده هيفتح مصنع، هيعين لك ناس، هيشغل الاقتصاد بشكل كبير جدا.